سلام الله عليكم يا أحباب الله، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم سيد الكاي. جورج موزالون الذي كنت أحدثكم عنه سابقا أصبح فجأة حسب الكاتب بوزداغ أنه هو نفسه التكفور فالانز. اتخذ هذا الأخير إجراءات لقيادة الجيش وتدمير عثمان في كويون حصار، لكن عثمان سيكون له رأي آخر بجعل معركة كويون حصار على ساحل يلكوفا، وسيلحق هزيمة ثقيلة بالقائد موزالون طبعا. بينما القائد موزالون لن يموت في هذه المعركة وسيفر بجلده في آخر لحظة، وبعدها ستكون معركة ديمبوس التي ذكرها الإمبراطور أندرونيكوس على الخريطة في الإعلان. وبعد توالي الهزائم وتفاقم الوضع في بيزنطة سيأتي الإمبراطور بنفسه مترأسا الجيش، لكن هيهات، رغم كل هذه التجهيزات سيكون النصر للدولة العثمانية طبعا. وهنا سنسطر بخط عريض على الدولة العثمانية لأنه قد ولى زمن الإمارة، وسندخل في زمن الدولة العثمانية ومن ثم الإمبراطورية لاحقا. وقبل الانتهاء أود أن أشكركم جميعا أيها الكرام لحسن متابعتكم ودعمكم لنا، لذا صلوا على الحبيب المصطفى تطيب قلوبكم وتأنس أرواحكم وتتسع حياتكم.